نور، وصلنا لمساحتنا الأخيرة لليوم. بيقولوا درهم وقاية خير من قنطار علاج. خلينا نحكي اليوم بمساحتنا الأخيرة عن أهم السلوكيات اليوم اللي لازم نتبعها والفحوصات الإجرائية اللي بنقدر من خلالها نحافظ على صحتنا ونطمن على صحتنا وصحة الأشخاص اللي حوالينا. وأكيد بيسعدنا نرحب بالدكتور أحمد نسيب عرقسوسي، استشاري الجراحة العامة والتنظيرية وجراحة الصدر. يسعد صباحك دكتور. أهلا وسهلا، صباح الخير. يسعد صباحك دكتور. بالمجمل نحن بالثقافة العامة للأسف بمجتمعاتنا الدكتور والاستشارة الطبية هي آخر خياراتنا، يعني بنروح لأعلى مرحلة وبعدين نستشير الطبي. خلينا نحكي عن أبرز المعاينات اللي لازم نقوم فيها، الاستشارات الدورية لفعليا نطمن على صحتنا، لأنه بعتقد جميع الناس اليوم في عندها صار مشاكل، يعني عم تشوف نحن في عوز ببعض الفيتامينات، عم نشوف بعض المشاكل بالجسد، بتلاقي آخر خيار هو استشارة الطبيب. تمام. هلا الفحوصات الوقائية أو الشغلات شغلة بتبلش مع الإنسان وقت ما بيخلق. يعني مثلا أول ما الطفل بيولد نحن نعطيه مثلا فيتامين كاف عشان عوز الفيتامين كاف ما يصير معه نزف. تمام. دكتور الأطفال المولد يعني أول ما بيستلم الطفل بيعمل له فحص سبية عشان خلع الورق الولادي. هلا هيك الكل إذا كشفت بكي ممكن نحن ندابك شنو جاءت بسيطة يمشي الحال معنا. تمام. هلا دخلوا جديد فحص الإعاقة السمعية، تأكد إنه مريض ما عنده، إنه الطفل ما عنده مشكلة بسمعه، فهم بدأ شلون. هلا ضمن الإجراءات اللقاحات اللي عم تنعطى بشكل دوري، شنو لقاح التهاب الكبد، اللقاح الحصبي، كذا، كلها هي كلها وقاية من أمراض شلون، وفي أمراض صارت يعني مختفية من العالم كلها بسبب اللقاحات. هلا بشكل عام الإنسان يعني ذكاء وإنسان شلون أكثر طبيبين بيراجعوا حياته كلها شلون، وطبيب الأطفال بيكون صغير وطبيب الأذنية أو طبيبة النسائية يعني. فهنا عادة نحن إنه الدكاترة الأذنية أو دكاترة النسائية بتوجه السيدة أو بتوجه الشخص إنه شو ممكن يساوي. على الأغلبين نحن مفروض بشكل بسيط نكون في صورة صدر، تمام، فحص للضغط، السكر، تمام، الحديث. كل ما تقدمنا بالعمر شوي بصير عندنا من الشغلات التانية، مثلا مشان بالنسبة للسيدات ممكن لو تاخذ عنق الرحم نتأكد ما في عندنا مشاكل لا قدر الله سرطان عنق الرحم شلون. بالنسبة للرجال البي سي ار تبع البروستات كمان، تمام. فنحن يعني كل مرحلة، تمام، الحديث في لها فحوص معينة، عرفت كيف، انه بتوجه انه الواحد انه اذا في شيء ينكشف بشكل مبكر لا قدر الله. هلا بشكل طبيعي المفروض نحن الطبيب هيك الفحص هذا الروتين التشيك تبع السكر وضغط الدم وكذا، انه كل سنتين بعد الأغبين انه على الاقل يتساوى مره واحده. اذا كان في مشاكل ضغط او سكر وكذا شلون بيصير فحص لكل سنه. دكتور خلال فترات معينه من فترات معينه من السنه وخاصه بفصل الشتاء بتكثر الاوبئه ومناعه الجسم يمكن بتكون منخفضه شوي عن بقيه الاوقات. خلينا نحكي عن ابرز الاستقصاءات اليوم الطبيه اللي ممكن نحن نعملها لنطمن اكثر على صحتنا. هو فصل الشتاء لا مناعه ما بتنزل، هي نحن للاسف يعني فكره خطا. فصل الشتاء المشكله انه نحن بسبب البرد عم يكون في اكتظاظ، يعني عم يكون في، فممكن اذا واحد معه عدوى شلون تنتقل للبقيه، عرفت كيف؟ يعني هو التجمعات اللي بتكون مشان الدفع، عرفت كيف، هي بتنقل تعمل الحديث. هلا ما حكينا يعني يفترض مثلا نحن المرضى اللي عنده مشاكل بالقلب، مشاكل بالكلى وكذا، انه قبل فصل الشتاء بشوي ياخذ اللقاح تبع الانفلونزا الموسميه. هذا اللقاح كثير حيساعد انه لحد من الاصابه بالانفلونزا منهكه، خاصه اذا المرضى قلت لك معهم مشاكل ثانيه، وبنفس الوقت انه هو يعني بمعنى الاضراب الرئويه كمان. هلا تمام الحديث، فهي عندك يعني لقاح الانفلونزا الموسمي. هلا لقاح الانفلونزا حيخفف من شده الاصابات وبنفس الوقت من توتر الاصابات، فهي احد الشغلات الاساسيه يعني بالنسبه لفصل الشتاء. تمام الحديث. هلا لقاح الكورونا صرنا بنحكي فيه اساسي، وهلا بنحكي كمان الجائحه اللي شغاله هلا شلون، وحنرد نرجع نفس الحكي حنحكي، كنا بنحكي مثل التسنين، التباعد الاجتماعي، النظافه الشخصيه، كيف للاسف يعني هذا النمط اللي جاي جديد شلون، انه ماله لقاح يعني لقاح ما كثير انه فعال بيأثر فيه، فحد نرجع للقواعد الاساسيه، التباعد الاجتماعي والنظافه الشخصيه بشكل اساسي. تمام الحديث.
بعطيك هلا فصل الشتاء يعني بشكل عام مشروبات دافيه فيتامين سي كذا، بس بتقول لك هي المشكله في ناس اخذت فكره غلط، مو فصل الشتاء بيكون مناعه اقل. تمام، يمكن لانه بتكثر حالات المرض اللي تمام هو الاكتظاظ اللي بيكون بالمدارس بالكذا، فهمت كيف بسبب البرد، فنحن بيساعد انه اذا في عدوى تنتشر بشكل سريع من شخص لاخر. طيب خلينا نحكي بما يتعلق بامراض كبار السن او فينا نسميهم الشيخوخه، شو هي الاجراءات الوقائيه؟ يعني نحن بنعرف بعد ال 50 او 60 بعض الامراض تصيب هدول الاشخاص، فشو ممكن نعمل استشارات طبيه؟ يعني نحن بنعرف الضغط والسكري هن الامراض الاكثر شيوعا. طيب هلا نحن الارفض انه تعدينا مرحله عمر ال 50 كبير السن نرفض معه سكري، فنحن كل سنه لازم نسوي له تخطيط قلب، لانه نحن مريض السكر ممكن يصير معه احتشاءات صامته وما يحس فيها، عرفت شلون؟ فحص شبكيه بشكل دوي خوفا انه نحن من التهابات، تحاليل وظائف الكلى بشكل عام. هلا نحن كباب السن في نقطه كثير مهمه ما بنحكي فيها، كباب السن دائما بده حدا يكون معه، لانه انت مثلا بالوضوء هو يغسل ممكن يزحط. هلا كثير الحكي عم ينحكى مثلا بالنسبه للحمامات، بالنسبه للسجاده اللي بتكون يعني مشان الرطوبه بس بنفس الوقت هي بتمنع الانزلاق، يعني شلون انه احد المشاكل الكبيره بتصير معه شلون ممكن انزلاق بسيط شلون بصير معه كسر. طبعا تشيك فيتامين د شلون، فيتامين د نحن موجود عندنا ببلدنا بكميه كبيره بس بدنا الشمس اكثر، عرفت؟ فبشكل طبيعي يعني قلت لك هي شغلات وقائيه اكثر من انه شيء انه يعني انه والله مرض وكذا، بس نحن المفروض نشيك كل سنتين سواء على الشبكيه الضغط السكر، يعني هي حتى نحن انه يعني تكون حياه امنه سليمه شلون بدون مشاكل. دكتور لنرجع لموضوع المناعه، بنشوف بعض الاشخاص بيقولوا انا مناعتي ضعيفه، يعني اذا بتعرضوا لاي عامل جوي معين بتلاقي مرضوا، او حتى لو كانوا بجو شوي حدا مقرب فهن اول اشخاص اللي بيلقطوا الفيروس. في اليوم توجيهات او نصيحات نصائح ممكن نوجهها لهدول الاشخاص، او تحاليل اليوم لازم يتطمنوا من خلالها على وضع المناعه عندهم؟ هلا نحكي كلمه، هلا بشكل طبيعي الانسان يعني بفصل الشتاء ممكن يصير معه من ثلاث ايام مرات لاربع مرات قريب، هذا شغله شغله عاديه مو انه ما بنعرف نضيفه. للاسف نحن الفكره اللي عم تصير انه نحن بدنا ما نمرض منه، يعني انه اذا مرض لا هي المرضى البسيطه كذا هي عم تنشط جهاز المناعه بالجسم وهي مدتها اسبوع. تمام تمام الحديث. هلا نحن اذا كان في تواتر اصابات اكثر او انه الاصابه عم تاخذ فتره طويله مثلا تشفى تتشافى، عرفت كيف؟ هون بدنا نشوف نحن الاسباب شلون، ممكن نعمل فحوصات دمويه نتاكد خلايا التائيه كذا انه خلايا المناعه بالجسم شو وضعها، عرفت شلون؟ في ممكن نحن نعمل اختبارات تحسس نشوف اذا في ماده محسسه مثلا مشان صدره مثلا عم تخلي كل ما يتعرض لها مثلا انه تتفاقم مع حالات الربو بنفس الوقت عم انه التهابات قويه، فيعني كل حاله لها طبيعه خاصه، عرفت شلون؟ بس بشكل طبيعي قلت لك يعني اصابه ثلاث اربع مرات بالسنه يعني مو هال يعني ما معناته انه احنا نخاف انه والله انا والله مناعتي ضعيفه او كذا، لا يعني بشكل طيب. هلا المناعه بالجسم تكتسب شغلتين، اول شغله اللقاحات مثل ما حكينا، عرفت علي كيف؟ ثاني شيء هالامراض اللي عم نتعرض لها مثلا بسيطه كذا هي فرصه انه الجهاز المناعي يتنشط لحتى يعني يستعد للشغلات الاشد لا قدر الله، وبنفس الوقت بدها غذاء سليم، الغذاء السليم الفيتامينات شلون التعرض للشمس تخفيف الوزن كلها تهي مو بتساعد انه تقوي مناعه الجسم. فنحن مثل ما قلت لك يعني هي الفكره اللي حكى فيها انه انت تمارس حياه صحيه تمام، استقصاءات بسيطه كذا لحتى انت تضل عم. طب خلينا نعطي نصائح بالختام عن الحياه الصحيه، يعني بعض الممارسات الخاطئه بالختام انه نبتعد عنها بشكل عام للحفاظ على الصحه. اليوم مثل التدخين اللي نحن بنحكي بشكل مستمر قديش له مساوئ، للاسف والناس تستمر وعم كل الدراسات عم تقول بالعكس العدد بتزايد. سواء التدخين الفاعل او التدخين السلبي اثرهم كثير 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 كبير شلون بضعف مناعه الجسم، تاهب للسرطانات ان كان عندك تدخين فاعل او تدخين سلبي. العوز يعني الغذاء الغير غير صحي غير متوازن، وفي نقطة كثير مهمة شلون هو السهر، يعني نحن غدة الصنوبرية لحتى تمشي الجسم كيف توازن جسم الواحد في فترة معينة النوم خاصة الشتاء طويل يعني شلون لازم ينام وحده، بتلاقي للأسف كلها مثلا الخمسة والستة شلون بالنهار النهار القصير عم ينام، فالنوم السليم رياضة بسيطة كيف مشي على الأقل 10 دقائق شلون خمس مرات أسبوعيا، غذاء سليم متوازن غني بالخضروات والفواكه شلون، الابتعاد عن الدهون المؤكسدة عرفت علي كيف، الدهون المشبعة المأكولات الجاهزة كلها هي كيف بتساعد انه تبني مناعة وجسم سليم، تمام الحديث؟ ما قلت لك هي اللقاحات ونفس الوقت يعني الجسم اذا صار معه هيك اصابات بسيطة هي عم تقوي المناعة تبعته.
بالختام بدنا نتشكر وجودك معنا دكتور. كنا عم نحكي خلال فقرتنا عن مفاهيم بتعزز الصحة العامة، الدكتور أحمد نسيب عرقسوس استشاري الجراحة العامة والتنظيرية وجراحة الصدر. شكرا لك. أهلا وسهلا. شكرا أكيد لك دكتور، نتمنى الصحة والسلامة لك للناس. شكرا كثير. أهلا وسهلا.